حسن احمد المريمي من بلديه الزاويه قضيه المريمي. هذا التعريف على حسن المريمي. سيرتك في ثوره 17 فبراير في الجهاد. والله كنا خايفين على الوطن، خايفين على البلد بالكامل، ولهذا طلعنا للتغذية هذه. المعارك اللي خطهم في ثورة 17 فبراير ما بين الزاوية وطرابلس. والله عدة معارك خطهم في الزاوية كان بالكامل، بعتني مشينا لطرابلس. في طرابلس استشهدوا مجموعة من أبنائنا رحمة الله عليهم على سبيل المسلمين، ومن طرابلس روحنا لعبنا في الحوش فترة، وانضروا أهلينا في بن وليد، اضطرينا مرغما مشينا لبن وليد غادي. من تحرير بن وليد رجعنا طبعا للزاوية، صار أختي وفي بعد أبناء عمنا وفي جميع قبائل ليبيا مشوا لسرت، احنا ما مشيناش سرت، رجعنا وتم تحرير سرت بأقل عدد من الخسائر ومن البشر، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الآن إن شاء الله ليبيا حرة إن شاء الله. اسم أخوك اللي استشهد في طرابلس؟ حازم عبد السلام محمد المريمي. وأخوك الآخر جرح في سرت؟ إيه، والدختي جرح في سرت. شو اسمه؟ مراد شعبان قزيفة. عندنا زوج شهداء، محمد حسن المريمي وحازم. محمد هذا طاغية قتله في 82، وحازم الحمد لله. والله شعب الحرية ما عندهاش أساس، لو تمالك على الحرية يصبح يطلب تعليم، يطلب تجارة، يطلب معاملة نظيفة، دكاترة ومهندسين ممتازين. هذا بلا حرية ما في شيء. طبعا الحرية هي أساس المعيشة كاملة. بلا حرية كنا مطموسين، العالم كله مطموس طامسة. هذه مغزى معنى مطلوبنا الحرية، إن شاء الله مطلب الحرية في حدودها، مش حرية تفوت الحضارة وتفوت الأخلاق وتفوت القيم. أنا ما طالب الحرية أن تفوت شبابنا حضارتهم ودينهم ومعاملتهم وأخلاقهم. الحرية تكون صادقة، تكون فيها مصداقية للناس المسؤولة، تكون الناس المتضررة. هذه حرية، مش غرغني وجري ورفع علم. العلم في القلب والوطن في القلب. في ناس ما جتش حتى لميدان التحرير، لكن ناس وطنية إلى بعد حد. ولازم تكون الناس هذه صادقة لرفع الإعلام، واللي ماسكة مجالس وماسكة مناصب وحتمسك مناصب، وتكون وفية بأكثر شيء يمكن. هذه معنى الحرية، مش حرية غر يشوف يخيمة يديروا سهرة وحفلة ويهتفوا ويغنوا، لا مش حرية. شعب متضرر، شعب مأساوي، الدمار هذا واضح، واضح الدمار. نبوا حرية بمصداقية، شعب محتاج لنتشة خبزة، محتاج طالع من كربة 40 سنة، طبعا 8 شهور هذوما يعدوا 200 سنة عند العاقل. ما مشاش لأي مجلس، لأن الحال يؤسف في المجالس. أنا نبغى شباب متعلمة، شباب عندها أخلاق، عندها ذمة للوطن. وفي كلام في المجالس أنا مش حنحكيه قدام الكاميرا. نبغى الناس اللي ماسكة المجلس هذه تكون أصيلة وتكون متعلمة جدا وتكون حضارية، مش يردونا 50 عام تاني. أنا أحرف من عهد الطاغية، وإن شاء الله ربي يسلم بلدنا.
بالناس المسؤولة والنظيفة تطلع بسرعة تلم سلاح من الشباب. الخطوة اللي إلى أفضل إن شاء الله هذه الناس اللي بدها تطلع. والله الناس الجشعة والطماعة من الأسف اللي تلقى دكتور جشع، مش معقولة طبعا كلام هذا، تلقى مهندس، تلقى محامي جشع طماع، هذه كارثة أكبر من الأولى. هذه لابد أن يكون مسؤول، يكون يرفق الشعب. الوطنية في الدم، راهي مش بالفلوس، ما يشروهالكش الوطنية بالفلوس. لو يعطوه مليار حيقول لنا كنزودي مليار ثاني، لكن الوطنية عند أهلها فقط، عند ناس تخاف على الوطن. وأنا ننصح جميع الناس الوطنية والناس اللي تخاف على، مش على رزقها ولا مالها ولا أكلها وشرابها، تخاف على الصغار والأطفال اللي حيرفعوا البلد، والشيوخ والعزايز. هذه الوطنية، الوطنية أكبر من الكلام اللي يديروا فيه. إن الدولة ترفق بهم وتحضنهم بسرعة، وأول ما يردوا لهم التربية والتعليم، خاطر احنا وين احنا التربية نهاروا، شبابنا صاعوا وخشوا لأكبر ضياع. لكن أبنائنا على مستوى العالم، يردوا لهم التربية والتعليم الصادق، ويجيبوا مدرسين عندهم وطنية، ويجيبوا مدرسين إني خاف على ولدي أنا وولدك أنت زي ولده هو، مش يسبس وياه وتوصل الأمور إلى أسوأ. هذا اللي طالبه لأبنائنا، ويلبوا الصدق لهم، يعلموهم على الصدق، باش يجي جيل تبارك الله العالم محترم متعلم مثقف. هذا هو أبناء المستقبل إن شاء الله. البطولة ياخذوها بالعلم، ياخذوها بالقلم مش بسلاح. طبعا أنا الناس هذين ما نبيش نظلمهم، في ناس ما تقدرش حمل السلاح، في ناس ربما خائفة لأن مش كل حد يجيل السلاح، وفي ناس متسلقة، وفي ناس يعلم الله بضميرها شني. أنا من بيش نظلمهم. طبعا الحرية ما هيش احتفالات ورفع علم وجري، بس لما نكون مسؤولين حتى لازم الشباب هذين يكونوا مسؤولين أكثر من اللي حملوا سلاح، باش ما ناخذوش عليهم صورة خطأ، والعالم ياخذ عليهم صورة خطأ، وقوتهم ياخذوا عليهم صورة خطأ. أنا ما نبيش نظلمهم الناس هذوما، لازم الشباب هذوما اللي محملش سلاح يحمل قلم، يحمل كلمة خير على الأقل، يحمل كلمة خير، ما يحملش كلمة فتنة أو كلمة شر أو كلمة لا توصف. يشاركوا بطريقة تانية أفضل من حمل السلاح، ويشاركوا بطريقة لرفع الوطن بسرعة 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 بسرعة. لكن لو تجدنا ناس متعلمة وناس أخلاق ومصداقية مع العالم، مش مع ليبيا، مع العالم تكون عندنا مصداقية. طبعا في شركات قالوا رحلة، شركات قالوا سيبت، لأن ما كانش في مصداقية، ما ناخدوش العالم ياخذ علينا صورة زفتة، العالم يضحك علينا. بالعكس احنا نثبت للعالم ان احنا اصحاب مصداقية ونضاف، ضمائرنا نظيفة. اي شركة من اوروبا، من اسيا، من اليابان، من افريقيا، لازم تكون في مصداقية، وننظف صورتنا في العالم. ما يقولوش الشعب الليبي مفترس، والشعب الليبي جاهل، والشعب الليبي غير متعلم. بسرعة، مش 5 سنين بإذن الله، لو مسكت الناس المسؤولة اللي يجيبها الله سبحانه وتعالى نظيفة للشعب، ممكن في سنة أو أقل من سنة. اللي يرموه في مكاني هن عليه، يرموه مهندس يقعد مهندس، يرموه دكتور يلقوا دكتور، في أسرع وقت حترف تطلع البلاد إلى أعلى بسرعة إن شاء الله. والله ما كانش ليهم دور نهائيا عندي أنا، طبعا ما كانش ليهم دور نهائيا، غير 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 حاملين مسؤولية، مش للوطن، لأهلهم، لأبنائهم. طبعا أنا نعرف شباب ما فيش داعي ذكر اسمه، أبوه اللي مسؤول ما عندهش مسؤولية عليهم. هل هو بيقيم ليبيا يرفع مسؤولية وطن؟ مستحيل كلام هذا. لكن لابد تطلع فرسين نضاف
عندهم مصداقية، عندهم ثقة، عندهم دمة. أنا ما يعطوني أمانة نوصل لي شخص طبعا توصل له ما ناخذش نفسها. والله المتسلقين يرتاحوا ويشدوا مكاناتهم أفضل، مصير كارثة في البلاد لا يحمد عقباها. والناس هذوما هو الثمانية شهور هما يعدوا 200 سنة مش 40 سنة عايشين. هو يخلي المجال اللي يقود المركب هذا ينوصل بسلام. نتوه نقوده في مركب إن شاء الله إلى أفضل، وبلادنا بخير وجميع اللي بيه وأمة محمد بخير إن شاء الله. صدق وبالأمانة ونعوده كل شهيد على الأقل يزوروا أهله، على الأقل أقل شيء يزوروا أهله. شهيد في ناس شهيدة ما جاهم حد مهتم بيهم حد، أسرة مكروبة أنا نعرفهم. وقبل لا يزور حسن المرمي ولا يزور فلان لا بالعكس يمشي لناس بسيط أبسط من حسن المرمي. لكل بسطاء ناس خسرت أموالها وخسرت رزقها وخسرت أبنائها، لا بد تعوضها الدولة هذه بخير إن شاء الله في أقرب وقت لأن الناس مكروبة. لكن شهدائنا إلى رحمة الله، ويركب متسلق فوق متسلق، وين الشهداء؟ وين الناس العاقلة؟ وين الناس الطيبة؟ يعتبر ضاع هماش ولا ما يضيع هماش. هذوما أبنائنا من سلوك للقطرون لتونس للبحر، هذوما كل أبنائنا. وأي مضروب أي مجروح تسع في الدولة في أقرب وقت. عمري 42 سنة، ما فيش شخص ما شافش مصاعب، لكن المصاعب اللي 8 شهور أو 9 شهور إحنا فيها هذه ما نحكيهاش، الشعب كله عاشها. اللي ما خدش منها عبرة الأحداث هذه مش حيرجع نهائيا تقريبا. هذه أصعب مواقف رتها عيني، هذا أصعب موقف مش راح حسن. الشعب الليبي بالكامل لا بد يغير، لو ما يغيرش مش حيتغير بالأحداث هذه. كان ممتاز، كان ترابط قوي لأن فيه بعض الناس أهل مش إخوة يعتبروا أهالي، يضربوا مع بعضهم، ركضوا في الصقع مع بعضهم، مسافروا مع بعضهم، لأن كانت في لحمة وطنية بالضبط. الليبيا فيها أبطال. علي حاول الطاغية أن يفرق ما بين الليبيين، صح، لكي يطيل فترة حكمة. كيف ردوا عليه الليبيين؟ والله ردوا عليه بصورة قوية جدا، وأنهم تمسكوا في بعضهم. خلي من بعض الناس اللي متهورة أو لا تنذكر، الشعب الليبي بطل ومسلم بالفطرة وما رضاش في بعضها في النهاية. هذا الشعب الليبي والله نوجههم انهم يركبوا السلوم الابيض الجديد بسرعه بمصداقيه بكل ذمه بكل خوف على الوطن، يركبوا في اسرع وقت. والناس اللي اسات الليبيا ما تهمنيش وما نجبدهاش. السلام عليكم. نعم. لازم الشخص ما يقولش أنا يهم نفسه فقط، يطلع من الجشع والطمع والأنانية اللي في نفسه. لا بتحس أنت في، ما تقولش أقرب ناس ليا في الزاوية، أقرب ناس ليك أنت في طبرق، بتكون تحس الناس اللي في طبرق، تحس الناس اللي في بنغازي، البنغازي تحس الناس اللي في الزاوية، اللي في الزاوية ممكن تحس الناس اللي في الزنتان، الزنتان تحس الناس اللي في مصراتة. هنا يبدو اي مصلحة فيها الخير دارها ما نديرهاش في الزاوية، بنعطي لكل كتيب 10,000 وانا من الزاوية لا نعطيهم لزنتان، وزنتان بيديروا برنامج للشهداء بيعطوه لي 10,000 دينار لكل كتيب، لا زنتان تمشي تعطيه لمصراتها ومصراتها تمشي تعطيهم لبنغازي. هنا فيه تلاحم اكتر، فيه خير اكتر زي الصدقة زي الصدقات. هنا في تلاحم، ما يقولش الإنسان لا أنا تهمني نفسي وتهمني منطقتي فقط. شنو منطقتك؟ منطقتك هي ليبيا. يطلع وفد مجموعة من الناس من الزاوية تمشي للزنتان، والزنتان يمشوا لمصراتها، وتبرق تجي للزاوية هنا تتمسك بها. هنا في تلاحم على الخير إن شاء الله.
ويقول الشخص أنا نفسي وبس. النفس هذه أمر للزول، النفس هذه جابت الشوم والعذاب للنفس والطمع. إحنا هذا كله ما نبوش كلام هذا. جميع قبائل ليبيا الأشراف وجميع الناس المسؤولة في ليبيا الوطنيين بندير مشروع لطبرق، وأهل طبرق مسؤولة فيها وناس نظيفة تطلع، ما تبقاش في طبرق، تبقى في الزاوية، والزاوية تمشي تبقى في الزندان، يكون في ترابط أكثر ما بينهم. هذه اللحمة الوطنية، ويسرعوا بالموضوع هذا، يسرعوا بأقرب وقت. ممكن احنا في الجمعة، الجمعة الجاية يكون نفذينا الكلام هذا. الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم.